أكيد شفتوا الشعار في شوارعنا ومنصات التواصل ومبادرات مختلفة حتى في ختم جوازنا، وأكيد سمعتوا عن الحملة زايد وراشد زايد وراشد زايد وراشد زايد وراشد زايد وراشد. بس شو السر وراء شعار زايد وراشد؟ وشو قصة تصميمه؟ الشيخ زايد والشيخ راشد الله يرحمهم كان عندهم حلم واحد، اتحاد يجمع شعب الإمارات تحت راية واحدة. بيان صادر عن المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة. ويكفينا اسمهم في احتفالاتنا. فكرة تصميم الشعار جت من تواقيعهم الشخصية اللي وثقوا فيها مسيرة الاتحاد. وبتلاحظون أن تصميم الشعار تصميم واضح يعكس رؤيتهم الثاقبة، واللي ابتدى من يوم الاتحاد ومستمر لين يومنا هذا. وانتو وين شفتوا الشعار لأول مرة؟